أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وإذا قيل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشركون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم وكانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تقتلوا كل عرض قاموا إنما نحن مسلمون. ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. اللهم يشفع تؤذيهم والملك في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما رجعت تجارة وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم بعض من حول لا يهجرون. أرخ سيد من السماء إذ ظلمات وبعد وبعض يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله مبين للكافرين. يقال البيع يقلب أبصارهم كلما أضاء لهم نسوا فيه وإذا أظلم عليهم فقالوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا وسقاء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم
لي ولو شهدا أو من نور كنتم سامعين وإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار الذي قرنا الناس والنار بقدر الغافلين لا
وأقيم الصلاة وآت الزكاة ولا